السلام عليكم، معكم الوزير الطير. مرحبا بكم في الورشه ديالي. بغيتو تكتشفوا علاش انا فنان، اجي تشوف. البدايه ديالي في الفن اللي كندير في الفن الاسلاك بدايه جميله جدا، واخا هي كانت صعيبه. علاش؟ لان كنت واحد الانسان اللي من واحد النقطه ديال الضعف، يعني وليت في نقطه قوه، لانني كنت واحد الانسان اللي مريض، هو ديك المرض ديالو دار ليه اعاقه. ومن بعد واحد السيد الله يجازيه بخير عطاني واحد البصمه لانني ندير واحد الفن ديال الاسلاك، وهذيك البصمه اللي عطاني خلاني انني نمشي نقلب على راسي ونقلب على ذاتي، وحتى المحيط تيلعب دور، لانني صراحه تعرفت على بزاف ومجموعه من الاصدقاء اللي منهم مخرجين سينمائيين ومنهم صحفيين ومثقفون وفنانين في نفس الوقت، اللي قدرت انني نكتسب منهم واحد شويه الخبره ومن هذا ومن هذا، اللي خلاني انني نطور ونكتشف ذاتي، وخلوني انني ما نبقاش نفكر في راسي انني واحد الانسان اونديكابي، يعني صافي حبسات الحياه. وبالعكس انا نهار فاش بديت في الفن الاسلاك كانوا تشجيع منهم، هما اللي خلوني انني ديك الكلمه الطيبه ان هادشي راه فن وهادشي راه زوين وهادشي تبارك الله عليك كتخدمو، خاصك تطورو، ماشي تبقى غير في واحد النقطه وحده، يعني كتصايب غير راجل الزقل ولا كتصايب غير راجل مثلا تيعبر على واحد الحاجه، لا بالعكس، اللي هي راه تقدر دير المستحيل. ومن تما بدات كنقلب على داكشي وتلقى راحتي في هذا الفن، لانه خرجني من داك البؤس ديال المرض، ديك المعاناه اللي كنت يعني، وهذيك الطاقه السلبيه وواحد الطاقه ايجابيه، لانني انسان متفائل وطموح وعندي واحد الهدف اللي هو كبير، ان العمل الفني ديالي توصل للعالميه. ولكن انا عارف انه وصلت للعالميه بكل صدق، لان هي اللي كتحدث على راسها، ولكن ضروري داك الشغف انك تزيد تطور راسك. المواضيع اللي كناخذها من ارض الواقع اللي كنعيشو، يعني نقدر نشوف موضوع مثلا شي مراه فرحانه في الشارع، نقدر نجسدها كمنحوته، نقدر نشوف شي عازف كمان مثلا بحال هذا اللي وقيت انه يلاه ساليتو، ويعني تيعبر على واحد المايسترو تيخدم انه كيعزف. المجسمات اللي خدمت عليها، خدمت مثلا على الوجهه، وخدمت عاوتاني على الالات الموسيقيه، وخدمت يعني بزاف على الحيوانات، خدمت بزاف المواضيع اللي هي مختلفه. وبالنسبه لي انا كنستمد يعني من الحياه، يعني من الطبيعه، من المعاناه اللي كنعيش، اللي كتاخذ لي وقت هي الفكره، ولكن باش كنخدم عليه تقدر تاخذ يومين ثلاث ايام على حساب الساعات اللي كنقضيها. عندي هذه الفكره انني نخدم مجسمات كبيره في الشوارع ديال سلا ولا الشوارع ديال كازا. ديجا سبق لي خدمت واحد المجسم كبير اللي هو العود، وتو خدم اشتغلت على هذا الموضوع اللي كان زوين وراقي، ومازال بغيت نخدم مواضيع اخرى. بالنسبه لرسالتي الفنيه للشباب، هي رساله راقيه، ان بنادم ما يتسناش يشتي الضوء وانه يلتجئ لشي طريق اللي هي ماشي مزيانه او سلبيه، بالعكس انه يتشحن ويمارس الفن او يمارس شي حاجه اللي هو باغيها وما يأش من الحياه، لان صراحه رغم كل المعاناه كاين واحد الفارغ عطالينا الله هو الفن، اللي كنقدروا نخرجوا منه ديك الطاقه السلبيه الايجابيه. وكان كيشرفني انني كنمارس هذا الفن هذا في المغرب، وكنفتخر براسي بديك التجاوبات اللي كيديروا معايا الناس، سواء ولاد بلادي ولا الناس اللي خارج من المغرب. كنتمنى اعمالي الفنيه تعجبكم، وشكرا لكم بزاف. تعليقاتكم كتهمنا، وما تنساوش تابوناو باش يوصلكم دائما الجديد.